to wake up yes stayqizu yes stayqizu yes stayqizu i wake up at 7 o'clock every morning astayqizu ala as-sa'ati as-sab'ati kulla sabahin أستيقظ على الساعة السابعة كل صباح. استيقظ على الساعة السابعة كل صباح. to get up. يقوم يقوم يقوم. أحمد يقعد early to go for a run يقوم احمد مبكرا ليذهب للجري يقوم احمد مبكرا ليذهب للجري يقوم احمد مبكرا ليذهب للجري to take a shower الاستحمام 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 I take a shower before breakfast أستحم قبل الإفطار أستحم قبل الإفطار أستحم قبل الإفطار, أستحمّ قبل الإفطار. To have breakfast Yetanawelu El Iftar Yetanawalu El Iftar Yetanawalu Iftar Fatima has breakfast at seven thirty. Tetanawelu Fatima El Iftara Fisati. السابعة والنصف. تتناول فاطمة الإفطار في الساعة السابعة والنصف. تتناول فاطمة الإفطار في الساعة السابعة والنصف. to brush your teeth. يفرش أسنانه يفرش أسنانه يفرش أسنانه I brush my teeth after eating أفرش أسناني بعد الأكل أفرش أسناني بعد الأكل أفرش أسناني بعد الأكل to go to the bathroom, yedhebou ila elmirhadi. yedhebou ila elmirhadi. yedhebou ila elmirhadi. i don't use the phone when i go to the bathroom. la astaghfir mu elhatifa aindama. أذهب إلى المرحاض لا أستخدم الهاتف عندما أذهب إلى المرحاض لا أستخدم الهاتف عندما أذهب إلى المرحاض to shave يحلق يحلق I shave once a week. أحلق أحلق مرة واحدة في الأسبوع. أحلق مرة واحدة في الأسبوع. أحلق مرة, مرة واحدة في الأسبوع. To wash your hair. يغسل شعره يغسل شعره يغسل شعره فاطمة washed her hair this morning غسلت فاطمة شعرها هذا الصباح غسلت فاطمة شعرها هذا الصباح. غسلت فاطمة شعرها هذا الصباح. To dry your hair. يجفف شعره. يجفف شعره. يجفف شعره. يجفف شعره. I am drying my hair. أنا أُجفف Shari. Anna ujifu shari. Anna ujifu shari. To do your hair. Yuaddilu sharahu. Yuaddilu sharahu. Yuaddilu sharahu. I don't have much time to do my hair in the morning. ليس لدي الوقت الكافي لأعدل شعري في الصباح ليس لدي الوقت الكافي لأعدل شعري في الصباح ليس لدي الوقت الكافي لأعدل شعري في الصباح to put on makeup يتزين 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 I put on makeup before going to work أتزين قبل الذهاب إلى العمل أتزين قبل الذهاب إلى العمل أتزيّن قبل الذهاب إلى العمل. to get dressed. يرتدي الملابس. يرتدي الملابس. يرتدي الملابس. I help my children to get dressed. أُساعد أولادي في ارتدائي. الملابس أساعد أولادي في ارتداء الملابس أساعد أولادي في ارتداء الملابس to go to school يذهب إلى المدرسة يذهب إلى المدرسة يذهب إلى المدرسة. My children take the bus to school. يذهب أولادي إلى المدرسة بالحافلة. يذهب أولادي إلى المدرسة بالحافلة. يذهب أولادي إلى المدرسة بالحافلة. to drop off توصيل 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 i drop my kids off at school اقوم بتوصيل اطفالي الى المدرسه اقوم بتوصيل اطفالي الى المدرسه أقوم بتوصيل أطفالي إلى المدرسة to take the subway. استقلُّ المترو. استقلُّ المترو. أستقلُّ المترو. I take the subway to avoid traffic jams. استقلُّ مترو الأنفاق. لتجنب الازدحام المروري أستقل مترو الأنفاق لتجنب الازدحام المروري أستقل متر الأنفاق لتجنب الازدحام المروري To arrive at work يصل إلى العمل يصل إلى العمل يصل إلى العمل I arrive at work around 8 a.m. أصل إلى العمل حوالي الساعة الثامنة أصل إلى العمل حوالي الساعة الثامنة اصل الى العمل حوالي الساعه الثامنه To work يعمل يعمل I work in an office all day اعمل في مكتب كل النهار اعمل في مكتب كل النهار أعمل في مكتب كل النهار to take a break يستريح 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 I take a break at 10 a.m. and 3 p.m. أستريح على الساعة العاشرة والثالثة أستريح على الساعة العاشرة والثالثة أستريح على الساعة العاشرة والثالثة To have lunch يتناول الغداء يتناول الغداء يتناول الغداء I often have lunch with my colleagues. انا اتناول الغداء غالبا مع زملائي. انا اتناول الغداء غالبا مع زملائي. انا اتناول الغداء غالبا مع زملائي.

تنال قيلولة كل يوم في المكتب مارتن تنال قيلولة كل يوم في المكتب to call يتصل 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 I call around 30 customers a day أتصل بحوالي ثلاثين عميلا كل يوم. اتصل بحوالي ثلاثين عميلا كل يوم. اتصل بحوالي ثلاثين عميلا كل يوم. to have a meeting. يكون لدينا اجتماع. يكون لدينا اجتماع يكون لدينا اجتماع We have a meeting every morning لدينا اجتماع كل صباح لدينا اجتماع كل صباح لدينا اجتماع كل صباح To make an appointment. Ajri Mouiden. Ajri Mouiden. Ajri Mouiden. I made an appointment with the doctor. Ajri tu Mouiden. Mat Tabib. Ajri tu Mouiden. Mat Tabib. Adraitu Mawidan Ma To cancel an appointment Yulri Mawiden Yuli Mawiden Yulri Mawiden. My boss has cancelled all his appointments. Raisi El Kula مواعيده رئيسي الغى كل مواعيده رئيسي الغى كل مواعيده to send an email يرسل بريدا الكترونيا يرسل بريدا الكترونيا Yurselu Bari Dan Electronian. I forgot to send an important email. Nasitu An Ursila Beriden Dan Mohiman. Nasitu An Ursila Beriden Mohiman. Nasitu An Ursila Beriden Dan To finish work. ينهي العمل ينهي العمل ينهي العمل I finish work around 5 p.m. أنهي العمل حوالي الساعة السابعة أنهي العمل حوالي الساعة السابعة أنهي العمل حوالي الساعة السابعة to pick up يستلم 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 I pick up my kids at the school أستلم أولادي من المدرسة أستلم أولادي من المدرسة استلم اولادي من المدرسه to go home يرجع الى البيت يرجع الى البيت يرجع الى البيت i go home after work ارجع الى البيت بعد العمل ارجع إلى البيت بعد العمل أرجع إلى البيت بعد العمل To check the mailbox يفحص صندوق البريد يفحص صندوق البريد يفحص صندوق البريد Can you check the mailbox? هل يمكنك فحص صندوق البريد؟ هل يمكنك فحص صندوق البريد؟ هل يمكنك فحص صندوق البريد؟ To empty the mailbox. يفرغ صندوق البريد. يفرغ صندوق البريد يفرغ صندوق البريد I already emptied the mailbox this morning قد افرغت صندوق البريد هذا الصباح قد افرغت صندوق البريد هذا الصباح قد أفرغت صندوق البريد هذا الصباح To relax or to take a rest. يستريحو 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 يستريح. After work, I relax a bit on the couch. بعد العمل, أستريح قليلاً على الاريكه بعد العمل استريح قليلا على الاريكه بعد العمل استريح قليلا على الاريكه تو شوبين يذهب للتسوق يذهب للتسوق يذهب للتسوق I went shopping at the supermarket. قد ذهبت للتسوق في السوبر ماركتس. قد ذهبت للتسوق في السوبر ماركت. قد ذهبت للتسوق, للتسوق في السوبر ماركت. to get dinner ready يعد العشاء يعد العشاء يعد العشاء احمد helps his mother to get dinner ready احمد يساعد امه في اعداد العشاء احمد يساعد امه في إعداد العشاء أحمد يساعد أمه في إعداد العشاء to cook يطبخ 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 I like to cook for my family أحب الطبخ لعائلتي أحب الطبخ لعائلتي أحب الطبخ لعائلتي To set the table تجهيز الطاولة تجهيز الطاولة تجهيز الطاولة Mary loves setting the table with her mother Mary تحب الطاولة تجهيز الطاولة مع أمها. ماري تحب تجهيز الطاولة مع أمها. ماري تحب تجهيز الطاولة مع أمها. To have dinner. يتناولون العشاء. يتناولون العشاء. يتناولون العشاء We have dinner as a family every evening نتناول العشاء مع بعض كعائلة كل ليل نتناول العشاء مع بعض كعائلة كل ليل نتناول العشاء مع بعض كعائلة كل ليل. to clear the table ، ينقي الطاولة. ينقي الطاولة ، ينقي الطاولة. Can you help me clear the table, please? هل يمكنك مساعدتي؟ في تنقية الطاولة من الفوضى؟ هل يمكنك مساعدتي في تنقية الطاولة من الفوضى؟ هل يمكنك مساعدتي في تنقية الطاولة من الفوضى؟ To do or to wash the dishes يغسل الأواني يغسل الاواني يغسل الاواني I don't like doing the dishes لا احب غسل الاواني لا احب غسل الاواني لا احب غسل الاواني To clean or to clean up ينظف 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 We've cleaned the living room. لقد قمنا بتنظيف غرفة المعيشة. لقد قمنا بتنظيف غرفة المعيشة. لقد قمنا بتنظيف غرفة المعيشة. To vacuum التنظيف. بالمكنسة الكهربائية. التنظيف بالمكنسة الكهربائية. التنظيف بالمكنسة الكهربائية. أمينة vacuums every Saturday. أمينة تقوم بالتنظيف بالمكنسة الكهربائية. كل يوم سبت أمينة تقوم بتنظيف بالمكنسة الكهربائية كل يوم سبت أمينة تقوم بالتنظيف بالمكنسة الكهربائية كل يوم سبت to watch television or TV يشاهد التلفاز يشاهد التلفاز يشاهد التلفاز The children watch television الأطفال يشاهدون التلفاز الأطفال يشاهدون التلفاز الأطفال يشاهدون التلفاز To take a walk يتنزه 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 We often take a walk in the park near our home. نتنزه أحيانا في الحديقة قرب منزلنا. نتنزه أحيانا في الحديقة قرب منزلنا. نتنزه أحيانا في الحديقة قرب منزلنا. to walk or to take out. يمشي 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 I walk my dog even when it's raining. أقوم بتمشية كلبي حتى عندما تمطر. أقوم بتمشية كلبي حتى عندما تمطر. أقوم بتمشية كلبي حتى عندما تمطر. تفيد. يغذي. 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 my neighbor feeds my cat while I'm away. جارتي تغذي قطي أثناء غيابي. جارتي تغذي قطّي أثناء غيابي. جارتي تغذي قطّي أثناء غيابي. to get ready. يستعدُّ. 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 يستعد. أمينة is getting ready to go out tonight. أمينة تستعدُّ للخروجِ هذا المساء أمينة تستعد للخروج هذا المساء أمينة تستعد للخروج هذا المساء to read يقرأ يقرأ يقرأ, يقرأ. I like to read before going to sleep أحب القراءة قبل النوم احب القراءه قبل النوم احب القراءه قبل النوم To go out يخرج 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 What time did you go out last night انتم خرجتم في اي ساعه الليله انتم خرجتم في اي ساعه الليله انتم خرجتم في اي ساعه الليله to meet يلتقي 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 i met your brothers at the restaurant tonight قد التقيت بأخويك في المطعم الليلة قد التقيت بأخويك في المطعم الليلة قد التقيت بأخويك في المطعم الليلة to have fun يستمتع 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 My friends had a lot of fun at the party. Asdikai istemtau fil hafla. Asdikai Istem fil hafla. Asdikai istem fil hafla. To talk or to chat. Attahadduth. Attahadduth at tahaddath my grandparents are talking in the living room ajdadi yatahadathuna fi ghurfati alma'isha ajdadi yatahadathuna fi ghurfati alma'isha to do homework القيام بالواجبات المنزلية. القيام بالواجبات المنزلية. القيام بالواجبات المنزلية. My daughter is doing her homework. ابنتي تقوم بواجباتها المدرسية. ابنتي تقوم بواجباتها. المدرسية. al-madrasiyah ibnati takrumubiywa jibati al to exercise or to work out yumari su arriada yumari su arriada you marry surriada i exercise five times a week ana umarissu arriada خمس مرات في الأسبوع أنا أمارس الرياضة خمس مرات في الأسبوع أنا أمارس الرياضة خمس مرات في الأسبوع To spend time with family يقضي وقتا مع العائلة يقضي وقتا مع العائلة يقضي وقتا مع العائلة I like to spend time with my family أحب قضاء وقت مع عائلتي أحب قضاء وقت مع عائلتي أحب قضاء وقت مع عائلتي To phone or to call أتصل يتصل يتصل أي phone my parents every Sunday أتصل بوالدي كل يوم أحد أتصل بوالدي كل يوم أحد أتصل بوالدي كل يوم أحد To pack your things or bags يعد أمتعته يعد أمتعته يعد أمتعته I've packed my things for the trip قد أعددت أمتعتي للرحلة قد أعددت أمتعتي للرحلة قد أعددت أمتعتي للرحلة to travel يسافر 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 I travel a lot for my work أنا أسافر كثيرا لعملي أنا أسافر كثيرا لعملي أنا أسافر كثيرا لعملي to fly or to take the plane يركب الطائرة يركب الطائرة يركب الطائرة I'm flying tonight at 9 p.m. سأسافر الليلة على التاسعة مساء سأسافر الليلة على التاسعة مساء سأسافر الليلة على التاسعة مساء to take a cab home يركب تاكسي يركب تاكسي يركب تاكسي, يركبوا تاكسي. we took a cab home last night. rajana il al manzili bitaxi elila. rajana il al manzili rajana il al manzili bitaxi to get undressed. yen zau ينزع ثيابه ينزع ثيابه احمد gets undressed before going to bed احمد ينزع ثيابه قبل الذهاب الى السرير ادم ينزع ثيابه قبل الذهاب الى السرير ادم ينزع ثيابه قبل الذهاب إلى السرير to go to bed ينام 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 I'm tired I went to bed too late أنا متعب نمت متأخرا أنا متعب نمت متأخرا أنا متعبٌ نمتُ متأخراً. to fall ينام. 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 أمينة falls asleep as soon as she closes her eyes. تنام أمينة فور أن تغلق عينيها. تنام أمينة. فور ان تغلق عينيها تنام امينه فور ان تغلق عينيها